يا مساء الفل وجمال وصحه وسعاده على حبايبي احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا جميعا بخير وجمعه مباركه علينا كلنا يا رب، كده كل ايامنا مليانه بركه من ربنا. النهارده قاعدين وطبعا متجمعين واكيد بتتفرجوا عليا. ان شاء الله ان شاء الله كل ايامكم تبقى سعاده وتجميعه حلوه. النهارده السفره بتاعتي مفيش اروع من كده. عارفين محضره لكم ايه؟ لو تعرفوا هلاقيكم كلكم عندي هنا، بس مش هقول لكم دلوقتي غير بعد الفاصل، استنونا. اما سفره النهارده متحمسه ليها بشكل، ليه بقى يا فيفا؟ عامله لنا ايه النهارده؟ بصي سفره الجمعه دايما بحس كده ان هي لازم تكون حاجه تراثيه شويه، حاجه كده تدي كميات حلوه، حاجه كده تفرح كل العيله، ما يبقاش عليها جدال، ولو في حاجه ممكن يكون عليها جدال فبعمل جنبها طبق جانبي. النهارده انا واثقه اللي هنعمله ما عليهوش جدال. تدري ليش؟ هنعمل النهارده فطير المشلتت. النهارده هنعمل فطير مشلتت بالعجينه البسيطه جدا جدا اللي مش انا عملت فطير مشلتت، مش تجيبوا الفطير مشلتت يا جماعه، اللي مش محتاجه ابدا ان احنا نعملها باي تكاليف. شويه دقيق، شويه ملح، شويه سكر، ميه، وعايزه اقول لك ممكن ما نعملش الكميه كلها بالزبده والسمنه، لا احنا ممكن نحط زيت بيورقها وبيخليها حلوه جدا. مش كده وبس، كمان انا عايزه اقول لك ان انا النهارده معايا سر توريق الفطير. ايه هو بقى؟ هقولهولك في المقادير وهتشوفي النتيجه زي ما انت شايفه كده تجنن. طبق الجبنه، طبق العسل، عايزه جبنه بقى قريش، قشطه، طحينه، عسل ابيض، المهم الفطير مربى، المهم الفطير معانا والشاي كمان معانا. وتعالوا نبدا حلقتنا النهارده من احلى حلقات يوم الجمعه ان شاء الله تعملوه النهارده، لان هو مش محتاج اي حاجه. وانت قاعده كده بتتفرجي هتقومي تعجني معايا ان شاء الله، وهتتبسطي جدا 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 من النتيجه. يلا بينا بقى نقول المقادير بتاعت الفطير المشلتت. بصي انا هعمل المقدار ده، ممكن اطلع منه فطيرتين صغيرين او ممكن اطلع منه فطيره كبيره، بس انا ما بحبش اصعب الدنيا. انا ممكن اقعد افرش واعمل، ليه ما انا اعمل فطيرتين صغيرين، هم ايه المشكله؟ بصي بقى، كوبايتين ونص دقيق، معلقه كبيره سكر، ربع معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره خل، ايوه، وطبعا شويه ميه علشان نعجنهم. بصي بقى، رشه البيكنج باودر، وهقول لك هنحطها فين، وهي دي سر التوريق بتاع الفطير المشلتت معايا النهارده، رشه صغيره قوي من البيكنج باودر. وكمان انا هنا هخلط زيت على زبده او زيت على سمنه، هعمله طعم السمنه فيه بس مش تقيل قوي، وعلى فكره ده شيء حلو ان هو ميبقاش تقيل قوي ناكل فيه ويورق، وكمان الزيت بيخليه مورق وبيخليه معايا حلو قوي. اذا يلا بينا بقى علشان نبتدي ونشوف هنعمل ايه النهارده. زي ما قلت لكم انا هعمل النهارده مقدار يعمل فطيره كبيره، بس ما تصعبهاش على نفسك وتكركبي الدنيا، اعملي فطيرتين صغيرين حلوين. وكمان هنعمل فطير حلو، ايه رايك؟ الله هبسطك قوي النهارده. طيب على قد ما هو بسيط على قد ما هو ليه تركه، التركه دي هي اللي بتخليه ناجح في كل تفصيله فيه. في تركه بسيطه قوي مش صعبه، بس هي دي يعني زي ما بتقولوا ايه، اسرار نجاح العمليه ان شاء الله. طيب انا هشتغل النهارده بالعجين بس، شكرا. بس ليه بقى؟ علشان هو شويه بياخد وقت في العجن علشان ما يقطعش معاكي، عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. ليه؟ العجينه بتاعه الفطير المشلتت ما فيهاش خميره، اذا هي ما بتخمرش، اتفقنا؟ بس فيها ما بين كل خطوه وخطوه راحه، لا دي راحه وانهي راحه، مش كده وبس، ليها تكنيك في العجن وشكل عجينه وقوام عجينه مختلف تقريبا عن اي معجنات ممكن نكون بنشوفها. طيب انا عندي هنا كوبايتين ونص دقيق، هنزلهم عندي هنا فين؟ في العجين، اتفقنا؟ عندي هنا معلقه كبيره سكر هروح منزليها، وعندي هنا كمان
ده البيكنج باودر. عندي هنا ربع معلقه صغيره ملح هنزل، وعندي هنا معلقه الخل. طيب ليه يا فيفا معلقه خل؟ بصوا يا جماعه، معلقه الخل دي انا بحطها في اي حاجه، سبحان الله دي عندي يعني ساحره بمثابه ان انا بعمل محسن خبز، بتريح لي العجينه جدا. لو هي مثلا معجنات كيك انا مش عايزه اقول لكم يعني بتديها قد ايه ارتفاع وريحه حلوه طب لو هي معجنات برضو بتخليها متنفسه ومرتفعه ومش مكبوسه، سبحان الله. وانتوا شغالين في اي معجنات، سواء كانت معجنات مخبوزات او كيك، معلقه خل معاكوا سر. احط اهي معلقه الخل، مش هحط الزيت دلوقتي، ماشي؟ هروح قافله كده واروح مقلبها. بصوا بعد ما قلبت انا كله، ايه، كوبايتين ونص دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل، ربع معلقه صغيره ملح، الميه بتاعتي، الميه بتاعتي احنا هنظبطها مع بعض دلوقتي. ليه بقى؟ انا ممكن اقول لك حطي نص كوبايه وتلاقيه مخرز معاكي، لا حطي كوبايه وتلاقيها دي بتلزق، هي العجينه انا طالباها تلزق، لكن في تلزيق عن تلزيق وقوام عن قوام. فتعالوا هنا بصوا، انا هشيل من مقدار الميه ده كتير عشان اظبطه معاكم، تعالوا، وبعدين لو احتجت تاخد منه علشان انا عايزه اظبطه معاكم اهو كده. احنا وصلنا عند كوبايه، لا ده انا عايزه كمان ايه اقل. اثبتي بقى. طيب دلوقتي هي واصله لي عند ايه؟ عند كوبايه الا ربع، خلاص. يلا بقى عند العجان بتاعي وهشغل، ماشي، وهحط الميه. بالكم ان انا مشغله على هادي الاول، انا عايزه الم العجينه الاول، وده تكنيك في عجنها، انا بلم الاول العجين، تمام، بلم كل الدقيق، بلم كل حاجه، انا هنضف ده الاول، هنضفه الاول بعدين عجن بقى. يلا واخدين بالكم ان انا بصبر اشوف اتلمت ولا ايه الاخبار، ما بحطش ميه غير لما اقول ان خلاص ده اخرها في اللم، خلاص كده الميه خلص، الدقيق شرب الميه اللي انا حطيتها، ببدا ازود حبه حبه. انا هنا كان عندي كوبايه الا ربع اهو، بصوا بقى انا هنا لسه ماشيه واحده واحده، عايزه اوريكم العجان شايفين نضف معايا تماما ازاي، اتلم تماما، هو ده القوام اللي انا عايزاه وما بتلزقش. واخدين بالكم اهي، الله، تعالوا بس كده نفصل، احنا خلصنا؟ لا احنا ما خلصناش، بس انا عايزه اوريكم شايفين هي عامله ازاي، اهي هي كده خلاص لمت كل اللي عندي فين، هنا في العجين. اعمل ايه بقى؟ اروح حطها كده في النص ومنزله عليها، بصي بقى على اعلى درجه او القبل الاخيره كده وشغل.
ريحي طبعا البتا... العجان بتاعك طبعا علشان يهدى، ما تشغلوش على طول، وارجع شغل تاني. بصوا عامله ازاي ولسه بعمل فيها تاني. طيب لو انا فيفا ما عنديش عجان الموضوع يبقى صعب. عارفه الكبه، الكبه بتاعتنا اللي هي بنحط فيها بصل على فكره بتعمل الخطوه دي حلوه قوي. الكبه اللي بسكاكين صدقوني عملت فيها قبل كده عجينه سمبوسك، وهي عجينه سمبوسك هي نفس التكنيك، طلعت ولا اروع. هضرب تاني، يلا بينا. لاقيها ملفوفه اعمل كده واروح حاطه في النص، واروح منزلها تاني عليها ايه الخف. واضرب لاقيها كده تاني، انزلها في النص واحط. هقول لكم القوام اللي انا هوصله تقريبا، بضرب 7 دقايق ل10 دقايق. لو ما عندكيش بقى عجان هتعملي ايه؟ هتمسكيها، بصوا بقت عامله عندي ازاي كده، لسه عايزه تتضرب تاني. هقول لك على يعني امتى بالظبط هقول دي انا كده وصلت. عارفه هتمسكيها على الرخامه وتفضلي تعجني فيها حبه حلوين، اللي هو ايه كده اهو كده، واجيب كده اهو اعملها معاكي، شايفه اهو. بصي هتعملي كده لو ما عنديش ايه العجان، بعد ما هنلمها هنروح منزلينها. طول ما هي بتتقطع، لا انا عايزه اوصل انها عندي ما تتقطعش، ولما اعمل كده واحط ايدي هنا تطلع لي على طول بسرعه، فهي كده عندي لسه بتقطع. هكمل فيها ضرب واشوفكم بعد الفاصل. استنوني. تماما كلها في جنب واحد، ولو حاطين الهوك ده ماشي بتاع العجن هتلاقوها لفت عليه. بصوا بقى، فاكرين لما طلعتها قبل الفاصل كانت بتقطع ازاي؟ بصوا دلوقتي ناعمه معايا ازاي، بصوا ناعمه ازاي جدا، واحط ايدي اهي، بصوا بترد معايا، شايفين؟ وبصوا ناعمه ازاي غير الاول اهي، وترد معايا. اروح بقى حطاها في بوله. هو فين الزيت؟ الزيت مش في العجين. اوعي تحطي زيت في العجينه دي، الزيت عليها. يعني بصي اروح حاطه كده زيت، واروح حطها هنا اهي، واروح حط عليها زيت. بس كده انا تمام قوي، غلفتها بالزيت. بصوا بصوا عامله ازاي في ايدي. بصي بقى، مهم قوي 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 ان احنا نسيبها ترتاح من نص ساعه لساعه. على قد ما تقدري تسيبيها، سيبيها، هي مش هتخمر، مش هيتضاعف حجمها، ولكن هوريكي دلوقتي قوامها بقى عامل ازاي. يلا بينا علشان بقى نقرص ونقطع. ننزل ده خلاص، شكرا اهو. وزي ما قلت لك الكبه تنفع جدا. هحط الزبدة بتاعتي عليها، الزيت ده الزيت اهو العادي. بص بقى احط عليها الزيت نص ونص، تمام كده. وهدخلها الميكرويف لان انا عايزاها ايه سايحة تسيح، واجي بقى
بالعجينة اللي أنا إيه هقطعها معاكم واللي هي قعدت ارتاح. يلا بينا. عايزة أقول لك مجرد بس ما أنت تقولي أنا هعمل فطير أنت هتشوفي البسمة اللي اترسمت من هنا لهنا. هي مفيش حد ما بيحبوش. تعالي صحتي محتاجة كمان شوية. تعالوا بقى شوفوا العجينة بعد ما ارتاحت. يلا بينا. بصوا بقى، بصوا القوام كأنها ايه؟ سلايم. بصوا بتنزل ازاي؟ شايفين؟ كأنها ايه؟ سلايم اهي. هجيبها هنا بقى كده طرية وخطيرة بس كده. شكرا. وابدأ بقى ايه؟ اخد، بصوا بتتقطع معايا اهي طرية 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 جدا، واروح عاملة كده اهي، واروح شايلة دي واروح حطها هنا، واخد تاني اهي، واروح عايزاها بقى تعمليها كبيرة تعمليها صغيرة زي ما انت عايزة. عايزة تعملي كل واحد واحدة ان هيكون كبير. انا بعمل تلاتة جوه بعض اهو. بصوا قطعت كبير. بصوا عامله عندي ازاي، شايفه وهي لسه. بصي شايفه، هو ده السر بتاع العجنه، وهو ده السر بتاع كل حاجه انا قلتها لكم. ابدا بقى اعمل كده واروح سايباها قد ايه؟ ساعة كمان. كل ما سبتي عجنتك ارتاحت كل ما كانت النتيجة احلى. بعد ما قرصت كده بصي ناعمة ازاي معايا، شايفة نعومتها؟ ناعمة جدا اهي. كل ما سبتيها ارتاحت بصوا الهواء اللي طالع منها، والله تيجوا تشوفوا بس ايه فقاعات الهواء اللي انا لسه ما اشتغلتش، شايفين اهي؟ مش عارفة الكاميرا جايباها ولا لا، فقاعات هواء بدأت تظهر. العجينة مثالية. طيب هسيبها زي ما اتفقنا ترتاح ساعة. وجت الساعة، بصوا بقى بقت عاملة ازاي، بقت طرية اكتر واكتر واكتر اهي، شايفينها؟ انا بس بنقلها اهي، تعالوا شوفوها اهي، انا بس بنقلها علشان عايزه اعمل هنا. تمام، عايزه اشتغل هنا. دي بعد ما ارتاحت ايه يا جماعه؟ ساعه. تعالوا بقى نفردها. عندي هنا الزبده اللي ساحت ومعاها الزيت، هرش فيها رشه صغيره من بيكنج باودر بتاعي، وهمسك الفرشه كده واقلب. زبده سمنه وزيت، او سمنه وزيت، او زبده وزيت زي ما انت عايزه. خلاص، وبعدين اروح بقى واخده العجينه. بصوا بعمل بايدي ازاي بتتفرد معايا، ولا بتكش ولا اي حاجه، ليه؟ مرتاحه اهي ولا بتتقطع. اروح بقى ماسكه عندي هنا الرول وافرد، احاول على قد ما اقدر ارقق من جوه لبره علشان تتفرد معايا. طب يا فيفا لو اتقطعت ايه المشكله؟ ايه المشكله لو اتقطعت؟ عادي عادي جدا اهي. بدهنها عشان ما كنتش ايه دهنه تحتها كده عشان تتفرد معايا بسرعه. انا حاطه هنا زيت على سمنه على البيكنج باودر بتاعي. بصوا بقى بفرد تتقطع، وايه المشكله اهي؟
افضل اعمل كده بقى قلياني فتطري اهو من جوه من بره هنا بقى ليه جوه ورققها على قد ما اقدر واشد اهي شايفين واحاول خلي البيت كله يشتغل معاك شايفه على قد ما بقدر تتقطعش معايا ازاي وانا بشدها تعالي شوفي على قد اهو انا مش ايه انا مش فتطري يعني برضو خلوا بالكوا كل حاجه وليها ايه صنعتها احنا بنحاول نعمل الحاجه بيتي طبعا ليه اولا بنوفر لنفسنا ثانيا بنعمل كميات حلوه وبنتعلم انا هنا بقى دهنت دهنه بتاعتي اللي هي ايه السمنه على الزيت على رشه البيكنج باودر او الزبده على الزيت بصي بقى نعمل كده واعمل كده شايفه هعملها كاني بعمل ايه ظرف اهو وهي رقيقه خالص تمام هروح عامله ايه جايباها كده عندي واروح حطاها هنا بصوا هتلاقيها فيها هوا تعالوا شوفوها هوا بتطلع بصوا هوا اهي متنفسه وتجنن ادهن دهنه البيكنج باودر ده بقى انتوا ما تعرفوش بيورقها ازاي وبيخليها ناجحه جدا 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 وهشه قوي اهو افرد بالنشابه زي ما قلت لكم انا هعمل ثلاثة انا بحب اعمل ثلاثة ما بحبش اكتر اكتر من كده بفرد اهي وزي ما بقول لكم العجينه كل ما كانت مرتاحه كل ما كانت ارق كل ما كانت تتفرد من غير ما تتقطع كل ما كانت تديني نتيجه حلوه قوي ابقى مبسوطه بيها اهي بعد ما بفرد الفرده الحلوه دي بتاعتي بصوا بقى بروح جايبه ايه كده واخدين بالكم واروح جايه من هنا عامله كده بصوا بقى بتكبر ازاي معايا هي كانت في الاول على المفرش بصوا بدات تخرج ايه بره ايه المفرش ولو اتقطعت عادي جدا اهو الله بصوا بقى بدخل الهواء وبفرخها تمام واعمل ايه يلا بينا قولي يا رنا بصوا بقى ادهن بقى عايزينها زبدة صافي اعملوا كده بس برضو اعملوا رشة البيكنج باودر ساحرة اهي وبعدين اعمل كده وادهنها دهن هنا اهي واجي كده في اللحظة دي بقى تيجي مين الاخت اللي انا عملتها من شوية اهي اروح حطاها هنا واخدين بالكو واروح قافله عليها على اكبر بقى شايفين بصوا الهوا واعمل واحده تالته اهي الله شايفينها في ايدي شفتوا الهوا اللي طالع منها امال لما تستوي هتعمل ايه اروح اهو شايفين الهوا اروح شايلاها حطاها هنا على جنب واروح واخده اخر واحده انا بعمل ثلاثه عايزه تكتري عن كده كتري براحتك بس هي ثلاثه عزها ليه انا ثلاثه وبعمل ظرف فانت عارفه كام واحده دلوقتي يعني احسبي كده ادي واحد اتنين ثلاثه اربعه يعني اربعه في كام واحده في ثلاثه يعني 12 طبقه انت بتتكلمي في 12 طبقه انت عايزه ايه اكتر من كده يعني فطيره 12 ورقه وافرد احط ايه ما بين الطبقات انا بحب احط بالفرشه عادي جدا برضو انت ممكن تحطي بمعلقه ممكن تحطي بايديكي
من جوه لبره بالظبط كده. الغدا النهارده ايه؟ فطير مشلتت. بصوا يلا يلا بينا، احنا كده بنرقق تمام كده. ويلا بقى نحط عندنا هنا السمنه. بصوا بصوا الهواء شايفين عامله ازاي مرتفعه وتجنن. واروح ايه بقى، يلا هنا ونجيب الاختين التانيين. بصوا عاملين ازاي، ونحط بقى هنا. لازم اللي انا بعمله ده ما بين كل طبقه وطبقه مهم جدا. واروح جايبه دي كده، خلاص بقى اخر ظرف معايا عملته. اروح اجيب بقى الصينيه. اروح اجيب ايه الصينيه اهي، هدهنها هي كمان ايه، رشه سمنه او زبده بزيت والمكون السري بتاعنا. بس اشيلها على ايدي بقى واروح حطاها هنا كده اهي، واسيبها ايه، هسيبها ايه بقى ترتاح حوالي ساعه، نص ساعة. وبعدين بعد النص ساعة هروح ايه بقى فردة كده. بصوا بصوا انا لسه ايه ما سبتهاش، لكن بعد النص ساعة بقى هوريكوا هتبقى عاملة ازاي. انا مجهزة ايه، بصوا الهواء اللي طالع منها اهي. خلاص يبقى انا هركنها على جنب، وتعالوا نشوف بقى بعد النص ساعة عندنا هنا. تعالوا بقت عاملة ازاي. بصوا قبل ما احط ايدي عليها اروح مدياها اهي رشه سمنه، وانزل بقى ايه، بصوا بقى افرد اهو شايفين. بصوا هي كانت صغيره ازاي في الصينيه، ما بحبش ارققها قوي برضو علشان تبقى حلوه ما تبقاش ناشفه. يعني انا عايزه اللي فوق يبقى ايه عندي هنا، يبقى مقرمش، لكن من جوه الطبقات تكون ايه طريه. فحلو قوي كده هدخلها الفرن، الفرن يكون سخن على درجه حراره يعني اعلى حاجه، وبعدين ادخلها. ويا سلام لو كان عندك فرن شغال من فوق وتحت، انت كده جبت الموضوع بالظبط. طيب يا بيبا لو مش شغال فوق وتحت هنسخنه كويس جدا ونحطه تحت، خلاص هنلاقيه بيرتفع، هو ده المطلوب. وبعدين هتلاقي ان هو خلاص بدأ ياخد لون مش هينشف، هتطلعيه على طول تحت الشوايه. انا عندي الفرن هنا شغال فوق وتحت فهدخله. ايه رأيكم؟ بصوا فقاعات الهواء اهي وكله. ونروح لفاصل صغير بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني بالفطير المشلتت ده. استنونا. عارفين الطفلة اللي بتفضل واقفة جنب الفرن وتبص عليه كل شوية وتراقب ها هيطلع امتى؟ اهو انا الطفلة دي، وولادي طالعين زيي. حب كده لما اكون عاملة حاجة في الفرن وحاجة حلوة كده مستنية اشوفها هتبقى طالعة ازاي وبنحبها، افضل كده عارفين واقفة براقب الفرن من برة طبعا مفتحش عليه. طيب عايزة اقولك ان فطير مشلتت كمان ينفع ان احنا نسويه على البوتاجاز، عادي جدا. بعد ما عملنا كل ده عندي هنا اهي عين البوتاجاز. بصي بقى المفروض ان انا اسيبها طبعا ترتاح زي اختها لما سبتها ترتاح، بس عشان انا عايزه اسويها معاكم على البوتاجاز هعمل ايه. تعالوا يلا نفردها مع بعض اهي، نحاول بقى ايه ندورها، وحتى لو ما طلعتش معاكي مدوره وايه المشكله اهي. بصي بقى عماله تديني
فقاعات وبتتفرد ايه معايا اهي. بحاول ادورها معاك. طبعا انا بحاول ايه، التانية ما خدتش معايا وقت في الفرد عشان هي مرتاحة، لكن دي طبعا هي ايه ما لحقتش ترتاح. واهم حاجة في عجينة الفطير المشلتت انه يرتاح. بسمنته بكل حاجة فيه، اروح ايه بقى رفعه على ايه البوتاجيز. خلاص مفيش، ثواني وهقلبه. طيب ما تيجوا بقى زي ما بنقدم جنب، فين الشاي، زي ما بنقدم جنب الفطير جبنه وعسل اسود وطحينه والحاجات دي كلها، ما تيجوا بقى ايه نعمل حاجه تانية، نعمل فطيره بالموز. ما تيجوا تشوفوا الجمال يا جماعه، بصوا بتتنفخ ازاي، بصوا عامله ازاي، تجنن. شايفينها بتعلى ازاي، حلوه قوي 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 اهي. ولسه لما تطلع بقى ونشوف ايه التوريقه اهي. يلا بينا نكمل، عيني عليها. يلا هقطع بقى موز يلا، واحطه وادهن قشطه. طبعا ايه من الناس كتير بتحبهم، لازم اخر قطعه دي بتبقى بتاعتي وانا بعمل اي حاجه. نقطع موز بحبه يبقى بالورق. كده نقطع اخر كمان واحده، ونحط بقى قشطه وعسل وكلام كبير قوي. بصوا عندي هنا الفطيره بدات كمان اهي تورق، والسخونيه بدات ايه تظهر فيها وهي على البوتاجيز. بدات اهي بصوا شايفين الفقاعات، بصوا تعالوا شوفوها، شايفينها بدات ازاي تعمل فقاعات. تعالوا نبص على اللي في الفرن، خلي بالك عشان ما بياخدش حاجه فتلاقيني ايه راحه جايه واقلب فيه. بصي لونه عامل ازاي رائع، ولسه كمان وتعالوا هنا نشوف بنعمل ايه. خلصنا بدا اهو، بصوا 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 عامل ايه، بيطلع ازاي فقاعات هوا ويستوي. اروح جايبه بقى فطيره، الله حلوه كده اهي، واروح حطاها هنا، واجيب قشطه، قشطه بلدي، قشطه معلبات، اي حاجه. لا تعالوا عشان هي ايه بردت، تعالوا نسخنها في الميكرويف كده على طول. بس كده، وعشان نحط عليها القشطه، القشطه على طول تسيح معايا. والله ده كلام جامد قوي، بصوا تعالوا شوفوا ايه الحلاوه دي، بصوا بصوا اهي عماله تعلى، شايفين وبتورق. طبعا هديها على الوش التاني برضو لازم، والفطيره بتاعتي هنا كمان بتستوي. طبعا احنا بنتابع فرن، احنا تعبانين وشقيانين، بتورق معانا. تعالوا نشوف ايه هنا، هي عايزه تسخن برضو اكتر من كده بس تمام. تعالوا بقى نحط عليها ايه قشطه كده،
ماشي، ونرصص عليها موز كمية قشطة اللي انتوا عايزينها. شو بقى اصلا هي من بره مقرمشة ومن جوه طرية. وبقى نرصص عليها الموز كده، ودي هتبقى برضو الحلو بتاعنا فطير. ممكن نرش رشة سكر بودرة على فكرة. تعالوا شوفوا الجمال هنا يا جماعة على النار اللي بنسويها على البوتاجاز. بصوا عليت ازاي، بص التوريقة بقت عالية ازاي اهي. هنا هنا مش هنا، اللي على عين البوتاجاز اهي. وهنا شوية ايه الموز اللي نرميهم كده في النص، وننزل بايه بمعلقة العسل بتاعتنا داير ما يدور. اهي بصوا بقى ننزل عليها بايه برشة عسل ابيض. ده كلام جامد قوي. قطعي بقى وشوفي مين هيقدر عليها. اهي عسل وقشطة وشوية زبادي، وعلى فكرة بقى لو عايزة تظبطيهم قوي رشي رشة كراميل كمان. يبقى احنا كمان مش عملنا حادق بس، احنا عملنا حلو برضو. خلاص طيب اروح اجيب، عايزه ابص هنا حلاوه حلاوه. طيب اروح اجيب دي ونقدمها. وانتوا بتعملوا كده تدوروها علشان ممكن ايه تتحمر من حته وحته. لا بصوا القرمشه. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، هي دي ايه انها لازم تتقلب كده علشان هنا اخدت لون اكتر من الجوانب، مهم قوي. خلاص كده انا عندي ايه، هفضل ادورها واقول انها تقريبا ايه استوت. بصوا لسه عماله، لا تجنن طماعي يجنن، وهوريكم التوريقه من جوه. وتعالوا بصوا بعتها عن النار عشان ما تتلسعش. ايه الكلام الجامد ده، بصوا بقى عامله ازاي. بصوا توريقه، تهيالي ان انا عايزه اديها لون اكتر. ايه رايكم نديها لون اكتر ونديها معلقه سمنه؟ في معلقه سمنه زي الزبده بالله. طيب تعالوا ايه نديها فرشه سمنه، بس انا كنت احب ان انا ايه اديها من السمنه اللي احنا سايحه. طيب لا هخاف اكسرها، اهي بتسيح علشان ايه سخنه اهي عشان تلمع معايا. بعدها انا عايزاها تلمع معايا اهو. يلا بينا ندخلها اخر مره، انا مشغله فوق وتحت خلوا بالكم. الله. وعندي هنا زي ما بقول لكم دي خلاص تقريبا استوت وانا بقلبها. تعالوا نجيب طبق او بلانشه صغيره اطلع عليها الكبيره ونطلعها. دي السكر بودره بقى يا سعيد، بقى دي تتاكل بقى بالسكر البودره بقى. دي بقى تتاكل بايه؟ بالسكر البودره، بالقرمشه، بالحركات. طيب طبعا انا مثلا من الناس اللي تحب الحته ايه اللي محمره زياده، يعني تقولوا لي لا احب الحته اللي محمره ايه زياده. عايزه رجعه استعجلوني انتوا بس كده، مش بدوق لكم الحاجه. تعالوا بقى نطلع كمان في الفرن ونصب الشاي اهو. خلصنا دي كمان. طبعا الاكله دي بقى عايزه شويه شاي في الكستبانه كده. نعمل هنا
الشاي ونحطه في براد، واللي عايز بقى يصب ايه لنفسه. تعالوا نحطه هنا، يلا اهو ده الشاي بتاعنا. طبعا اللي حابب نعناع يحط، شكرا يا سعيد جابلي، ان شاء الله يخليك يا رب، حقق لي كل طلباتي. تعالوا بقى نرشها ايه، شويه سكر بودره اهي، مش هجيبها خلاص اهي، يلا اهو الله. دي بقى هتكون احلى حاجه اصلا. تعالوا بقى نطلع اللي معانا هنا اخر واحده، واقول لكم جمعة مباركة، يا رب دايما بيتكم مليان خير. ادينا عملنا وليمة حلوة جدا بايه، بشوية دقيق. بصوا بقى معلقة السمنة هنا فرقت ازاي في لونها، تعالوا اوريها لكم. بصوا انا كنت مطلعاها ازاي، بصوا معلقة السمنة فرقت ازاي في لونها، فرشة السمنة يا سامي كانت بقى سمنه وزيت ورشه البيكنج باودر قبل ما ايه ياخدوها مني، لا كانت هتعجبكم اكتر. بصوا بقى تعالوا ننزلها، ايه رايكم نقطعها سكينتي الحلوه فين، يلا بينا. سامعين القرمشه؟ تعالوا بقى نشوف ايه وهي سخنه التوريقه. بصوا اهي، بصوا الرفع سخنه قوي، بصوا عامله ازاي اهي ورقه التانيه وهي لسه سخنه، دي اتنين في بعض. وادي دي، بصوا ودي اتنين اهم في بعض، شايفين كام ورقه معايا، وعايزه اقول لكم ريحتها تجنن. انا طبعا من عشاق الجبنه القديمه، احطها هنا كده واقول دي للناس اللي هتاكل جبنه قديمه. واجيب العسل هنا والطحينه وارش ايه، رشه بقى بصوا طحينه كده على العسل. في ناس بقى تحب تغطي العسل ده بالطحينه، انا كده احب ابقى ان شاء الله. احب ابقى باكل كميه ايه الطحينه كده وفيره على العسل متغطيه بس كده. انا عايزه اجيب طبقين واقدم بس الفطرتين دول، واقول لكم النهارده الحاجات الحلوه دي تتجرب وتقولولي ان شاء الله رايكم فيها ايه. دي كنتوا شفتوا قدامكم، لا وانا برضو مش هسكت، انا هدوق لكم حالا تاني بايه، بالجبنه القديمه بقى. انا هقابل على اللي كان هيحصل دلوقتي، ثانيه واحده وخلاص، بس احب ايه اظبط الدنيا. والله حلويات والله. شكرا بقى للصينيه الحلوه بتاعتنا دي يا سعيد. اهو ادي الشاي جاهز، وادي الجبنه جاهزه، وادي الشوكه. نقطع بقى كده. الله 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 سخنه. وايه ريحتها هتجنن. ونروح قاطعين بقى حته جبنه قديمه حلوه بقى وكده. واشوفكم بكره على خير، عشان انا عندي حلقه تانية حالا، ولو ما اكلتش الفطيره دي بالجبنه القديمه هزعل وهجيب ناس تزعل حالا. فاشوفكم بكره. رنا بتقولي ده انت لو اكلتي من غيري انا اللي هزعل، هستناكي يا رنوني. عايزه اقول لكم الفطير ده اتعمل عشان الجبنه القديمه، الباقي بقى يا جماعه انتوا اعملوه شكليات، بس انا بالنسبه لي العشق جبنه قديمه والفطير بتاعي الخطير، ومش هاكل عايزه اقول لكم غير الجبنه القديمه.
لازم تجربوها، وهستنى رأيكم جدا جدا جدا. ويا رب دايما متجمعة انت واهل بيتك وعاملة خير، ودايما بيتك عمران بحسك وبحس كل حبايبك. اشوفكم بكرة على خير، وجمعة مباركة علينا كلنا.